كل يوم بداية جديدة وصباح جديد وفرصة جديدة، والنهاردة السماء لونها رائع وألوانها جميلة والشمس بتطلع شوية شوية، اديني إحساس كده بالهدوء والسكينة. وقررت أن النهاردة يبقى يوم بسيط، ما فيهوش تعقيدات، ما فيهوش كلكعة، ما فيهوش تاسكس، ما فيهوش أي حاجة، همشي كده فيه بروقان وهدوء وزي ما يجي يجي. مفيش حاجة يعني تستدعي ان احنا نكلكع الدنيا علشانها. اعتقد ان احنا اللي بنعمل نفسنا تعساء، احنا اللي بنتعس نفسنا بنفسنا بقراراتنا اليومية اللي بناخدها كل يوم، بعدم تقديرنا للحاجات الجميلة اللي موجودة في حياتنا. مفيش واحد حياته كلها ضنك في ضنك وملخبطة، ما ينفعش، لأن ربنا مش ظالم، ربنا عادل. وجزء أساسي من العدل إن الناس تكون سواسية. لكن اللي بيسعدني مش لازم يكون هو نفس اللي بيسعدك، واللي عندي مش لازم يكون نفس اللي عندك. كل واحد فينا عنده 24 إراد، بس تشكيلتهم مختلفة. عشان ما تعبش دماغي النهاردة، نقيت كتاب من الكتب اللطيفة الجميلة، كتاب كتبته كيت هادسون ممثلة أمريكية، وكتبت عن تجربتها مع الأيدوفيرا ميديسن، حاجات كلها ناتشورال طبيعية، زي الواحد ياخد باله من نفسه، الواحد ياكل ايه، ما ياكلش ايه، يعمل ديتوكس الجسم ازاي. فطلعت الكتاب ده عشان اقضي فيه النهاردة، مدام انا بقى ايه يوم واخدة على الهادي ومعايا شاي وقهوتي. الغدا النهاردة سمك، وده طبق من الاطباق اللطيفة خالص، سمك فيليه، بعمل له خلطة كده، بصل وتوم وجينجر جنزبيل بس مش بودرة، وبخلطهم في البلندر مع شوية زيت، مع طبعا توابل وملح وفلفل وكمون، وبضيف شوية كزبرة وشبت وبقدونس، وبقلب كل التقليب ده، وهعمل منه فرشة في الصواني، وهحط فوقيه الحاجات بتاعتي، فببططها كده في الصينية. وده هيفيد في حاجتين. الحاجة الأولانية ان كل الفليفرز دي هتيجي في السمك وهيبقى طعمه وريحته جميلة، وكمان هتحمي السمك من ان هو يتحرق، وان لو حاجة اتحرقت هتبقى هي الطبقة الأخيرة دي. ده عادي، بصلتين مع كم فص توم مع حتة جينجر مع التوابل مع البقدونس مع الكزبرة، وده أسباراجوس هحطه برضو فوقه، هياخد برضو من الفليفرز اللي في الخلطة بتاعتي دي، وهينزل كمان عليه الدهون بتاعت السمك، فهيبقى طعمه حلو. والأسباراجوس أنا معرفش اسمه إيه بالعربي، هو أسباراجوس مفيد جدا ومليان فايبرز ومليان فوسفورس ومليان حاجات جميلة وكويسة. المؤخرة بتاعته دي، الحتة الأخيرة بتاعته دي بتبقى ناشفة قوي، فبنقطعها، هرصهم كلهم في الصينية، وبعد كده هحط السمك فوقيهم.
دول نوعين سمك اللي موجود عندي، قطعته وحطيته فوق الأسباراجوس وفوق الخلطة والأبروفل اهو من كيمو كمان. هحط ايه فوق السمك؟ كان عندي شوية مايونيز صغيرين على شوية ساور كريم اللي هي الكريمة الحامضة، اللي ما عندوش ممكن يحط شوية زبادي، مع شوية بودرة ثوم وبودرة بصل، شوية ملح وفلفل، وحطيت كمان عليهم شوية شبت ناشف، ورجيت الإزازة فكل حاجة اتلخبطت في بعض كويس قوي قوي قوي. هديني كمان بجيب الشبت الناشف، بحط إدى طعم وريحة رائعين بصراحة، سواء على السمك الأبيض الفيليه أو على السالمون. نيجي بقى للخلطة اللي جوه إزازة المايونيز. اللي ما عندوش ساور كريم ممكن يحط زبادي، برضو هيدي طعم وريحة كويس. واللي ما عندوش خالص شوية حتة زبدة صغيرة مع شوية بودرة الثوم وبودرة البصل والملح والفلفل، وغطيت بيه السمك وهغطيه بعد شوية بالفويل. بالفويل هغطي الصواني عشان لما درجة الحرارة تزيد ويبتدي يبقى فيه بخار طالع من السمك مع الريحة والطعم اللي طالع من الخلطة اللي أنا فرشاها تحت خالص، مع الخليط المزيج اللي أنا حطاه على الوش، كل ده هيخلي السمك طعمه وريحته حلوين. وجبة خفيفة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود، بدخلهم الفرن ويعيشوا حياتهم في الجحيم. بعد شوية بروح كشف عنهم واحطهم شوية تحت البرويلر عشان السطح بتاعهم يتشوي ويحمر ويقرمش شوية. وطبعا طبق السلطة المتين، اي حاجة ممكن يتحط، خيار، جزر، طماطم، جرجير، فلفل، اي حاجة اي حاجة. كل الحاجات دي جميلة وحلوة، ويعني اعتقد انها مفيدة جدا جدا ومشبعة. وطبق السلطة في ناس بتعتبره يعني حاجة مكملة، يعني فين الاكل؟ طبق السلطة عندنا جزء أساسي من الأكل. فالنهاردة الأكل هو السمك والأسبارجوس اللي تحت منه وطبق السلطة المتين، وكمان قطعت عليه شوية جبنة رومي قطعتها صغير خالص، وكمان حطيت بيسموه سلد ميكس يعني لب، مع شوية كرامبري ناشفين، في أحيانا بنحط زبيب، كل ده بيدي فليفر حلو
للسلطة مع الجبنة الرومي. كسلت بصراحة أجيب المبشرة وقطعتها كده بإيدي ومشي الحال. وصلنا بقى لآخر اليوم والدنيا قلبت وبقت مطر وضلمت شوية، بس معلش ما هو المطر ده هو اللي مخلي الدنيا خضراء وجميلة. الواحد بقى ايه يعمل له كوباية شاي كده ويقعد ايه يريوايند في آخر اليوم. أشوفكم بكرة إن شاء الله.